والآن كثير من الناس يخالف هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، ويخالف هذا الأصل. لو قلت له أنت بتصلي لمنو؟ يقول لك لله. بتصوم لمنو؟ يقول لك لله تعالى. بتصدق لمنو؟ يقول لك لله تعالى. طيب لما تدعو بتدعو منو؟ يقول لك بدعو الله سبحانه وتعالى. براو الله براو بتناديه؟ لا. يقول لك أنت عندك رأي في الجماعة ولا شنو؟ تقول لي أتو جماعة ولك الأولياء. تقول لي مش أنا، خلي رأيان. قال الله تعالى في القرآن في سورة الأنعام: قل أغير الله. عليك الله. شوف الآيات دي واضحة كيف، بس أنا بديك ثلاثة مواضع. شوف واضحة كيف. الموضع الأول سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. مش واضحة؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم. واحد. اثنين، قال تعالى في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الموضع الثالث، قال تعالى في سورة الرعد، دي كمان واضحة مرة واحدة، قال قل، والآية دي فيها خمسة، قل قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. ما لنا الأولياء؟ لا يملكون لأنفسهم، مش ليك انت، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وآيات كثيرة في القرآن تقرأ في سورة الشورى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولذلك يا جماعة العبد يتولاه الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الأعراف: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكما في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكما في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكما في سورة الأنعام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فذلك العبد يتولاه الله سبحانه وتعالى. ده الرزق الله بيديك، ما تمشي ليزول يا أخي. ناس يمشوا السوق انتو تراهو، في ناس كتار الحمد لله الله عافاهم نحسبكم، لكن تمشي محلات، تمشي السوق مرة في الحصحيصة مشيت في سوق كذب سوق بهايم، بعدين لقيت محلات كذي زي رواكيب. يا عمك كبير لابس نظاره وكبير في السن، والزول ده لبيع طماطم لبيع بصل لبيع قش لبيع إزبيرات، لقيته بس خدت له حطبات وحاجات وحاجات زي البرازيل وحاجات زي كذي وحجبات وأشياء. قلت له يا حاج ده حجاب شنو؟ قال لي ده جايب له طبل جديدة، الطبل الواحد دي جديدة فيها مفتاح الأصلي وفيها إزبيرين ولاب فيها بجلد. قال له حجاب بتاع مشاكل. كيف بتاع مشاكل يا حاج؟ قال تمشي للقاضي وتفتح وتكفل ثلاث مرات، تقول اسم الزول، عندك مشكلة مع واحد اسمه محمد ولا القاضي اسمه محمد، محمد وتفتح، محمد وتفتح، القضية دي بتكسبها. طيب هل بيقروا محاماة أربع سنة وبتاعين اللف والدوران وده بتاعين ديل وديل كيف؟ دي واحد. أنا ضحكني الثاني ده، قلت له الثاني ده شنو؟ قال لي ديل التجار، تخدته في الدكان الرزق ده بيجيك كده والزباين ديل بيجوك، وهو راكبته جت ما فيها ولا زبون إلا أنا وجيت أنصحه، وزي ده تلقاه للظهر ما فطر، تقول له أنت فطرت؟ لك ما ترزقنا لسه. طيب حجاب الرزق ده بيشتغل 200، إذا للظهر أنت ما فطرت، ده الشغل ده بيشتغل 200. يا جماعة الله قال في القرآن: وما من دابة في الأرض، وما من دابة، أي دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن عباس: مستقرها في الآخرة ومستودعها في الدنيا، كله عند الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين. يا أخي زول تلقاه قرأ ودكتور عديل، دكتورة تلقاه تعبان ومبتلى بالفقر وراسه ملان زي ما بقوله أو صدره، واحد تلقاه يجيب له ناس يكتبوا له اسمه وقروشه ذاته حسابه كم ما عارف. رزق ده بيد الله سبحانه وتعالى. عشان كذا ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة قال الأصمعي، قال كان بيدرس في الناس في القرآن في منطقة، كلامنا في صفة الصفوة، قال فجاء أعرابي فقال ما هذا يا أصمعي؟ قال أعلم الصبيان كلام الله.
قرآن. قال هاتي بيتا، وقال القرآن زي الشعر بيفهموا يعني، وطبعا بيختلف من الشعر. قال هاتي بيتا، فقال الأصمعي قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، قال بعض المفسرين المطر من السماء، وقال بعضهم الرزق رزق العام، وما توعدون الجنة رزق الدنيا والآخر. فقال الأعرابي هاتي بيتا آخر، فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ابن الجوزي فقال الأعرابي وصاح من أغضب الملك حتى أقسم ثم خر ميتا، وقع مات. قال الغضب الله سبحانه وتعالى لمن أقسم شنو دمنه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله أقسم لك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلذلك دي لابد العقيدة دي تصحح.